بعض الاخبار السريعه اللي تخص النادي الاهلي، ميدو جابر بينتقل الى المقصه نهائيا. ده اعلن امير توفيق مدير التعاقدات عن انتقال مدير ميدو جابر لاعب الفريق الاول لكره القدم الى نادي مصر المقصه. ميدو جابر قدم عليه خلال فتره قضاها في النادي الاهلي، نتمنى له يا رب كل التوفيق في نادي مصر المقصه. طبيب النادي الاهلي دكتور خالد يوضح موقف حمدي فتحي ومحمد هاني. هو قال ان حمدي فتحي اشتكى من اجهاد في العضله الضمه وبالتالي يحتاج الى راحه 10 ايام، حاجه بسيطه يعني. معلش انتوا عارفين كده الواحد لما بيجيب عربيه جديده تلاقيها دايما ايه ضربت في الازاز من فوق، في الكاوتش من تحت، بتحصل اي حاجه. وبالتالي حمدي فتحي كده حاجه بسيطه 10 ايام هيريحهم او اسبوع هيريحهم خلال الفتره القادمه. النهارده كان في تقسيمات وتصويبات وفقره للعرضيات في مران النادي الاهلي ومحاضره للفيديو للاعبي النادي الاهلي بالليل ان شاء الله، ستكون هناك محاضره لمباراه غدا. تدريبات تاهيليه ايضا لرباعي النادي الاهلي احمد فتحي ومروان محسن ووليد ازارو واحمد الشيخ، ولا سارتي يطمئن على حسام عاشور، ومحمد هاني يكتفي بالمشاركه في المران البدني. مجلس اداره النادي الاهلي سوف يجتمع يوم الاربعاء القادم كمجلس اداره في تمام الساعه 5 لمناقشه العديد من الامور الاداريه. خليني بس سريعا جدا اقول لكم قائمه النادي الاهلي لمواجهه وادي دجله: شريف اكرامي ومحمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي. اما خط الوسط: عمرو السوليه، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات، صالح جمعه، جونيور اجاييه، احمد حمودي، كريم نيدفيد، جيرالدو. اما خط الهجوم: صلاح محسن. وحمد لله على السلامه يا صلاح يا محسن. طيب دي كانت قائمه النادي الاهلي لمواجهه نادي وادي دجله غدا. ان شاء الله هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار: النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، والنجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير كابتن محمد حشيش. هنتكلم عن مباراه غدا وكيف سيلعب النادي الاهلي في مباراه الغد. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل نجوم